كلام. يوحنا الأولى 2 عدد 1 و 2: يا أولادي أكتب إليكم لكي لا يخطئ أحد، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الإنسان يسوع المسيح ربنا، وهو كفارة، ليس كفارة لخطايانا بل لخطايا. حد يقول لي هللويا. لخطايا، لخطايا الكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها، لخطايا الست قارات اللي احنا فيها، اللي عايشين فيها في هذه اللحظة. يسوع المسيح كفارة لخطايانا، وهو واقف ليشفع عنا أمام الآب. ارفع صوتك يا كنيسة، وارفع صوتك يا مؤمن في كل مكان، وقول للرب في وسط الغضب اذكر الرحمة وترائف على الأرض، لأن يسوع المسيح دفع الثمن ولسه واقف لغاية دلوقتي بيدافع عن كل واحد فينا.